للمزيد حول الوضع الاقتصادي في العراق، مع توقعات من قبل خبراء اقتصاديين بأن تستمر الأزمة الاقتصادية وأثر ذلك على المواطن، ينضم إلينا الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود الأكاديمي والخبير الاقتصادي العراقي عبر سكايب من عمان. مرحبا بك أستاذ دكتور خضير كاظم. مع اقتراب تمرير موازنة العام الجديد في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق من انخفاض أسعار النفط وتراكم الديون داخليا متمثلة في الرواتب مثلا والخارجية أيضا كمطالبات إيران بمستحقاتها، كيف ترى موازنة عام 2021؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موازنة 2021 موازنة انفجارية، علما بأنها تعد في ظروف يراد لها أن تكون ظروف تقشفية، وهي أعلى من الموازنات السابقة، إذ أنها تعادل 160 تريليون دينار، وهي أكبر ما عرض من الموازنات. الحقيقة التي يجب أن لا تغرب عن بال أحد من العراقيين وهم أدرى بذلك، أن الحكومة تجري في إطار لا يستند على هدى فكري ولا على إطار فلسفي ولا على رؤية علمية واضحة من شأنها أن تحدد السبل المثلى لخلق الموازنات التقديرية لطبيعة الاقتصاد العراقي وما يمر به من ظرف عصيب. إلى أي مدى الورقة البيضاء الاقتصادية التي طرحها الكاظمي ترى أنها ربما تستطيع حل هذه الأزمات برأيك؟ الورقة البيضاء تم الحديث عنها كثيرا وتوبعت من العديد من الخبراء والمفكرين الاقتصاديين، وما هي إلا انعكاسات لأوراق أخرى سابقة، وخصوصا ما جرى في الثمانينات من تنمية القطر الانفجارية أنذاك، لكن جرت في تلك المرحلة تحت أطر قادرة على أن تحقق للعراق نهوض اقتصادي وتنموي. أما في ظل هؤلاء الذين لا يمتلكون إلا الجهل قاعدة لهم في إدارة الحكم، ولذلك وقعوا في مستنقع كبير من مستنقعات الأثر الشخصي وتحقيق أجندات القوى الخارجية التي تحركهم كديول لها. أيضا يعني انخفاض سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي أو تخفيض قيمة الدينار العراقي، كيف سيؤثر على الاقتصاد العراقي؟ هذا تأثير واضح وقد برز من أول يوم ذكر، حيث أن التخفيض على الدينار العراقي من شأنه أن يقوض إمكانية القدر الشرائية للعراقيين بشكل عام. أما الموظفين والمتقاعدين والشرائح الأخرى التي تعتمد في إيرادها على الدولة كرواتب أو إعانات اجتماعية، هؤلاء يتضررون بمقدار قدر 22%، أي تخفض رواتبهم، والحقيقة تخفض القدر الحقيقية للرواتب الإسمية التي يتقاضوها بمقدار ما يستطيعون الحصول عليه من السلع والخدمات، لأن حقيقة الدينار الذي يحصل عليه الفرد كمرتب له قيمة اسمية ممثلة بمقدار ما يأخذ، وله قيمة حقيقية ممثلة بكمية ما يحصل عليه من السلع والخدمات، فهو في الحقيقة يعاني ازدواج في هذا الشأن. الأول يؤدي إلى تخفيض القدرة الشرائية للفرد العراقي، ثم بالجانب الآخر هناك ارتفاع
سيكون كبير في طبيعة أسعار السلع والخدمات المقدمة، وبالتالي فهو يعاني أثرين اقتصاديين كبيرين تؤثر على الأبعاد الاجتماعية لمعيشة الفرد العراقي. طيب أيضا دكتور خضير، إذا كان الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية أحد الأسباب في انهيار الاقتصاد العراقي، إلى أي مدى تتوقع أن الإجراءات التي يطرحها الكاظمي يمكن أن يعني تقلل من فاتورة الهدر في مقدرات الدولة العراقية لصالح التنمية؟ ماذا فعل الكاظمي منذ المجيء ولحد الآن؟ مجرد رجل إعلامي يطرح إعلاميا ما ينوي القضاء عليه على الفساد، لكنه لم يتجرأ على إيقاف أحد رؤوس الفساد في قفص الاتهام ويحاسبه. هو الآن لو يستطيع أن يقوم بأخذ أحد الفاسدين ومحاكمته أمام الشعب سيحصل على امتياز تاريخي في إدارة العراق، لكنه لا يتجرأ مطلقا، مجرد إعلام يخرج ويقول سأقضي على الفساد. القضاء على الفساد واضح، ويمكن لك أن تتصل بأي طفل عراقي يقتات على الزبالة وعلى الأقواط في الشارع وتسأله حول طبيعة الفساد المستشري بالعراق. الحقيقة الفساد يراد له رجل دولة، ولذلك رجل الدولة الذي يجب أن يتخذ هذا الإجراء يجب أن يتمثل لا تقطع عن ذنب الأفعى وترسلها، إن كنت شهما فإلحق رأسها الذنب. بناء على كل هذه المعطيات والمعلومات والتوقعات الاقتصادية وأيضا التقييم الاقتصادي، كيف تنظر إلى يعني مستوى دخل المواطن العراقي، إلى الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي خلال العام 2021 من وجهة نظر اقتصادية؟ ازداد الفقر فقرا، ازدادت البطالة بطالة، ازداد الشعب جهلا، ازدادت الصحة العامة للمجتمع دمارا. فهو في هذه المرحلة يعيش العراق في أحلك وأحلك صورة من صور الدمار والضياع، لأن القادة السياسيين لا يمتلكون الإرادة الحرة المستقلة القادرة على أن تنهض بالعراق نهضة تمكنه من الوقوف على رجله. العراق بلد غني، ولو استلمته حكومة وطنية مخلصة له 100% لرجع إلى ما كان عليه من سؤدد وتفوق وازدهار. نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود الأكاديمي والخبير الاقتصادي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من عمان.